معناته للأحكام جميلة. لكن هناك شيئين لابد أن يراعيهم في التلاوة. أولا عدم اختناق الصوت، يعني أنت تقرأ وأنت تجعل هناك اختناق في الصوت، يعني لا تجعل الصوت منفتح. يعني الماء حين يخرج في خرطوم الماء حين يكون معتدل فالماء يتدفق بغزارة وبالتالي يعطيك قوة، حين يكون في انحناء في خرطوم الماء فيحدث ضغط فيخرج الماء بصعوبة. أنا حين أقرأ لابد أن الصوت، أنا ما أقرأش وأنا أعمل كده، هذا شيء خطأ، لأن الرئة أو القصبة الهوائية لابد أن تكون معتدلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا الهواء يخرج من هنا فيضرب في الأوتار الصوتية فيخرج براحته. حين أقرأ هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنا أخلق الصوت لأنه يخرج في منحنى ضيق. إذن هو عنده اختناق في الصوت بالنسبة لإيه؟ نظرا لأنه يقرأ هكذا. أنا أريد حين يقرأ أن يواجه أن يكون صوته في طبيعية وتلقائية بدون أي انحناء في رقبته، ولذلك يسبب الانحناء يسبب اختناق في الصوت نفسه، الانحناء عند القراءة. ولابد عند القراءة أن يضجع أو يعطي نعم، أن يجلس جلسة معتدلة حتى يخرج الهواء طبيعي إلى الأوتار الصوتية فلا يحدث فيها احتقان ولا التواء ولا اختناق، على راحتها. لأن مثل هذا كمن يقرأ وهو يفعل هكذا، يعني من يفعل هكذا كأن واحد خلقوا بهذه الطريقة. فلا بد أن القراءة تكون فيها جلسة معتدلة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، غير هكذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف ماذا حدث للصوت، حدث فيه اختناق، ولا بد أن يكون هناك هدوء أيضا. نعم، هذه واحدة. النقطة الثانية هو أن يقرأ حسبما يتناسب مع النفس. أنت تحب القارئ فلان، ليس شرطا أن تقلده بنفس المسافات الطويلة التي يقرأ بها. فلان يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وموالد قد خلق الإنسان في كبد، أنت يمكن أن تقول لا أقسم بهذا البلد من غير البسملة حتى تعطيك راحة في النفس عندما تنتهي من الجواب، بدل ما تقول في كبد مخنوق، لا كبد، كأنها مريحة، مريحة لأنه ما زال عندك وفرة، ما زال عندك رصيد في النفس. إنما حين يكون هناك اختناق فالكلمة تأتي بصعوبة، ونحن نريد أن يقف القارئ